والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إن الله يكفر السيئات من يتق كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الأصدقاء، اعلموا من يتق الله لا يضر أحدا كما قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يفتح الله أبواب البركات للمتقين كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الحاضرون الكرام، إن المتقين يورث الجنة في الآخرة كما قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فمدرسنا تنظيم الأمة يبذل جهودها لاستعداد طلابها عالما ماهرا في كل مجالات ومؤمنا متقيا الذين يقاتلون في البلاد والعالم بالتقوى. أيها المزارعون، أخيرا نشكر الله تعالى كل شكر ثم نشكركم جميعا لحضوركم المباركة العظيمة. جزاكم الله خير. ندعو إلى الله تعالى بأن يتقبل هذه المدرسة، والله عنده حسن الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আল্লাহ তাআলা প্রিয় শিক্ষার্থীদের দিনের জন্য কোরআনের জন্য